هل يجب على المسلم أن يكره غير المسلمين؟ مسألة الحب والكره والولاء والبراء، الولاء والبراء ده أصل من أصول الدين، الولاء والبراء أصل من أصول الدين، بل لا يصح لك دين أصلا إلا بالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراءة من الشرك والمشركين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، الآية. ولله در القائل: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تهاجيهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. لكن أود أن أفرق لشبابنا وأولادنا بين البر والبراء. خلي بالكم يا شباب، فالبر والبراء لا يتفقان لغة ولا اصطلاحا، البر والبراء لا يتفقان لغة ولا اصطلاحا. فلا حرج عليك أن تكون برا بغير المسلم غير المحارب. فغير المسلمين أقسام: محارب، معاهد، مستأمن، ذمي. محارب، معاهد، مستأمن، ذمي. كل قسم من هذه الأقسام له أحكام لا يجوز لنا أن نخلط بينها. فإن كان غير المسلم ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، فالبر به جائز شرعا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. فأخرج القسم الأول وهو الحربي المحارب: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أن تبروهم. يبقى أمر بالبر، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أما البراء فلا، واجب أن تتبرأ من الشرك والمشركين، وهذا عمل قلبي. فلا حرج عليك أن تجمع بين هذا وذاك، أن تجمع بين البراء وأن تجمع بين البر. ترجم الإمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان: باب الإهداء للمشركين. ترجم الإمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب الإهداء إلى المشركين، بل وترجم بابا آخر بعنوان باب قبول هدية المشركين. وقيد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذه الترجمة بما فيها من الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قيدها بنية الدعوة وبنية أن تبين لغير المسلم عظمة هذا الدين، لا أن تكون منهزما، وإنما بنية أن تبلغه. وكلكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذهب لزيارة هذا الغلام اليهودي وجلس عن يمينه، ذهب ليزوره وهو مريض وهو غلام يهودي، فجلس النبي عند رأسه وقال له: قل لا إله إلا الله. هذا هو الهدف، هذه الغاية، قل لا إله إلا الله، لأننا نحن الموحدين كلفنا رب العالمين بالبلاغ لأهل الأرض، فيجب علينا أن نبلغ أهل الأرض جميعا، أن نبلغ الكافر وغير الكافر. هذا البلاغ يحتاج إلى ضوابط ويحتاج إلى منهج. لن تستطيع أن تبلغ غير المسلم
إلا إذا كنت مهذبا مؤدبا لينا رقيقا حكيما خلوقا، لأن دي ضوابط المنهج الدعوي. منهج الدعوي له ضوابط وله مقومات وله أصول. حتى لو كنت تدعو غير المسلم، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا، يبقى ده مقام دعوة. إنما مقام الجهاد هناك، قال الله عز وجل لنبيه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ده مقام جهاد. إنما مقام الدعوة فقل له قولا لينا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا الآية، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الآية، ده مقام دعوة. يبقى في فرق يا شباب بين مقام الدعوة ومقام الجهاد. مقام الجهاد رجولة وقوة، ومقام الدعوة كله لين ورحمة وحكمة وأدب وتواضع، ولو كنت تدعو أكثر أهل الأرض. ومنهج الدعوة إلى الله توقيفي. المنهج الدعوي إلى الله توقيفي، يعني لم يتركه الله لداعية من الدعاة ولا لنبي من الأنبياء ليختار لنفسه من أصول هذا المنهج ما يشاء وما يريد أبدا، وإنما هو منهج توقيفي واجب على الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أن يتبعوه، فضلا عن العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن لا حرج عليك أن تحقق البراء وأن تحقق البر، فالبر والبراء لا يتفقان لغة ولا يتفقان اصطلاحا ولا تعارض بين آيات القرآن، ولا ينبغي أن نضرب بعضها ببعض. الشاهد، لم أكمل الحديث، جلس النبي عند رأس الغلام وقال: قل لا إله إلا الله. فالتفت الغلام إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أطع أبا القاسم. فنطق الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فخرج النبي من عنده يجر رداءه وهو سعيد فرح، يقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. يعني شوف شايف النبي عليه الصلاة والسلام سعيد، سعيد لأن واحد خرج من الكفر والشرك إلى الإسلام.